أنا عايز أقول لأهلنا في الصعيد، إحنا باللي بنعمله هنا بنحاول نخلي الدولة كلها على نسق واحد بكل القطاعات. اللي هيكمل ده حياة كريمة. ده مش عارف من الجهاد هنا بنسبة تركيز 100% من مجمع الخدمات ومجمع خدمات الزراعة. تمام يا فندم. عميد أركان حرب أحمد رضا محمد رئيس الشعبة الهندسية للمنطقة الغربية العسكرية. تم تكليف الشعبة يا فندم بالإشراف على مشروعات مبادرة حياة كريمة في محافظة قنا. بيشتغل معانا يا فندم 75 شركة وطنية، 5 منهم يا فندم قطاع أعمال و70 قطاع خاص، وتم الاعتماد طبقا لتوجيهات سيادتك يا فندم على الشركات من أبناء محافظة قنا بإجمالي أعمالها يا فندم 14,000 فني وعامل ومهندس. المشروعات يا فندم اللي الهيئة الهندسية بتشرف عليها عدد 722 مشروع في 9 قطاعات يا فندم: الصرف الصحي، المياه، الصحة، الشباب والرياضة، المجمعات الزراعية، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، الكهرباء، الطرق. في بعض مشروعات يا فندم بتنفذها الوزارات المعنية، وطبقا للخطة الزمنية يا فندم اللي تم التنسيق فيها مع جميع الوزارات المعنية انتهاء المرحلة بالكامل مشروعاتها يا فندم 30/6/2022. مبنى مجمع خدمات المواطنين، تاريخ البدء 1/8/2021، نسبة التنفيذ 100%. خالد أبو لفا منسق عام مؤسسة حياة كريمة. أستاذ حضرتك فندم، أعرض على سيادتك ما تم قبل إنشاء مجمع الخدمات. كنا سيادتك فندم الأول بنقعد مع المواطنين ونعمل حوارات مجتمعية ونعرف إيه هي الحاجات اللي هم محتاجينها من خدمات. وهنا كمان فندم معانا مدير المركز التكنولوجي الأستاذ طارق، هيشرح فندم لسيادتك ومن أبناء مركز الوقف قرية المراجدة خط السير داخل مجمع الخدمات فندم. طارق جبريل مصطفى من أهالي من أبناء مركز الوقف. حضرتك شرفتنا وشرفت محافظة قنا بالكامل وشرفت قرية المراجدة. طيب متعبين في اللحمة؟ أوامر يا فندم. متعبين مطلع للجبهة من هنا؟ مدخل يا فندم وفندم. ملازم أول محمد سعد إبراهيم، ضابط المشرف على تنفيذ مجمع الخدمات الزراعية بقرية المراجدة ضمن مبادرة حياة كريمة. تم إنشاء المبنى فندم لخدمة 4 قرية زائد 59 تابع لإجمالي 55,710 نسمة فندم. زي ما حضرتك عارف يمكن احنا المركز قايم على النشاط الزراعي بشكل كبير جدا، فده بيهدف ان شاء الله بيهدف اهالينا هنا. المركز هنا بيتكون من مراجدة جوم وقرية جزيرة الحمود والعبد وقرية الجلامينة. يمكن النشاط الاغلب والتمكين الاقتصادي اللي بيحصل في الفلاح ده هيخدم بشكل كبير جدا، بيساعد تشغيل مجمع الخدمات الزراعية. طيب المركز اللي احنا بنبنده مش جاهزين ولا هو لسه؟ وفيها فاضيه لسه بقى تعمل جاهزين. طار يا فندم توجيهات سيادتك الاهتمام بمحور بناء الانسان في المشروع القومي حياه كريمه، حرصنا مؤسسه حياه كريمه بالتعاون مع العديد من الجهات على انشاء المكاتب الثقافيه. مبادره المكتبات الثقافيه يا فندم بالتعاون مع وزاره الثقافه، ومعانا يا فندم باشمهندس محمد صديق مسؤول عن الجانب الانشائي هيشرح لحضرتك. محمد صديق مسؤول عن الجانب الانشائي. ده اول نموذج من التعاون بين مؤسسه حياه كريمه وبين وزاره الثقافه. نتوسع في المساحه دي، احنا نعمل مكان اوسع كمان. احنا مستهدفين ان شاء الله الفتره الجايه فندم ان احنا ننفذ 150 فرق في 20 محافظه جايين، عشان حتى ناهل شبابنا واطفالنا فندم بالمعرفه اللازمه، معرفه الوعي اللي بنواجهها فندم. بشكركم معاكم من عبد الفندم. شكرا. عبد الفندم شرفتنا يا النهارده يا فندم بنتشرف بزياره سيادتك لوحده صحه الاسره بالمراجده، احد مشروعات مبادره سيادتك حياه كريمه. الوحده دي سيادتك بتخدم 11,000 نسمه من اهالي المراجده. احنا هنا في وحده طب الاسره بالمراجده، واللي تم رفع كفائتها مؤخرا ضمن مبادره معاليك حياه كريمه. الوحدة بتقدم خدمات الرعاية الأولية لأهالينا في المراجدة. لو اتحركنا من هنا معاليك هتقابلنا غرفة الإسعافات الأولية. لو اتحركنا من هنا يا فندم هننتقل إلى الصيدلية، وهنا معاليك بيتم صرف الأدوية القلبية للأطفال. ساعة
سميح عبد الرحيم محمد، مؤسسة حياة كريمة. زي ما حضرتك شفت يا فندم، تم رفع كفاءة الوحدة الصحية اللي بتخدم حوالي 11,000 نسمة. نقطة الإسعاف اللي تم اختيار موقعها عشان الحوادث اللي بتحصل على الطريق الصحراوي الغربي، وعدد الوفيات بيزيد، فتم اختيار النقطة دي بالذات عشان نقلل عدد الوفيات اللي بتحصل لأهلنا في المرضى. وزي ما تعودنا من حضرتك إن تم تسليم المشروع قبل الميعاد المحدد ليه يا فندم. طبيب خالد يوسف عبد الله، مدير اسعاف نموذج محافظه قنا. طبعا هو جراج يتكون من سيارتين اسعاف، سيارتين جداد وفيهم اجهزه لكل علاج حالات كل الطوارئ والاصابات، من اول متوفر فيها الاكسجين، زائد جهاز الضغط والسماعه وقياس السكر. وكمان يتضمن المكان غرفه استراحه للخدمات المعاونه المؤديه من المسعفين والسواقين، مجهزه ليهم كوسيله للاعاشه. طبعا فيها مكان ديري فندم. إن الأحلام لا تسقط بالتقادم، إن الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل.